حياكم الله ويانا في برنامجكم العالم هذا الصباح. يمكن الكل الفترة هذه قاعد يتابع التغير المناخي، وهناك من يقول بأنه أكبر تهديد يواجه البشرية، ويعكف المختصون في العالم بالفعل على التصدي للأضرار والآثار السلبية اللي تسببها هذه الأزمة اللي تتكشف مع معالمها يوما بعد يوم. نعم نجيب، هذه التغيرات أدت إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون وفقدان التنوع الحيوي والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي. التغير المناخي يهيمن على الكرة الأرضية ليخلط الحسابات الدولية ويرعب القارات السبع. قنبلة موقوتة لا يدرك أحد ساعة انفجارها، ومرض مزمن بدأت أعراضه تتكشف شيئا فشيء، فترة على هيئة أعاصير وترة أخرى على هيئة سيول وفيضانات جارفة. القارة الأفريقية عانت من ويلات هذه الكارثة المناخية. ملاوي، البلد الواقع في الجنوب الأفريقي، اجتاحها الإعصار المداري فريدي حاصدا معه ما يقارب 500 قتيل والكثير من المفقودين. وفي أوروبا باتت بلدانها تذوق مرارة التقلبات المناخية. فرنسا ومثل معظم جيرانها ما زالت تحت قبضة جفاف شتوي يثير المخاوف بشأن الأمن المائي. ففي جنوب غرب فرنسا تحولت المناظر الطبيعية والبحيرات إلى أرض قاحلة موحلة، تاركة قوارب الإبحار عالقة على الضفاف، حيث منع الشتاء الأكثر جفافا في فرنسا البحيرة من الامتلاء. وإلى أوقيانوسيا القارة الأسترالية، نفقت مئات الآلاف من الأسماك في ثاني أطول نهر فيها نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في النهر، مؤدية إلى خسائر فادحة في مجتمعات السكان الأصليين المحليين الذين طالبوا بالحفاظ على نهر صحي. ما زال سلسلة التغير المناخي تمتد على هيئة حرائق غابات وتصحر وجفاف وأعاصير غاضبة على السلوك البشري. هذه الكوارث المناخية تطال بنتائجها الأمن الغذائي والمستقبل الصحي، وسط مطالبات ملحة لوقف السلوكيات التي تؤثر سلبا على المناخ. مثل ما تابعنا في التقرير، التغيرات المناخية تمثل خطر كبير على حياة البشرية، وهي مخاطر سوف تزداد في العقود المقبلة، وغالبا ما تصل إلى مستويات خطيرة في حال استمرار تغير المناخ في مساره الحالي. طبعا نستضيف اليوم في الاستوديو مراقب التنبؤات الجوية الأستاذ عبد العزيز القراوي، يحدثنا أكثر عن عوامل التقلبات الجوية وأيضا حول آثارها السلبية على البشرية. أستاذ عبد العزيز، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا في برنامجك العالم هذا الصباح. صبحكم الله بالنور والسرور، صبح عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين بالخير وحياكم الله. خلينا نتكلم عن التقلب المناخي، وشنو أبرز العوامل اللي حاليا قاعد نشوفها؟ التغير المناخي أخوي نجيب، إحنا إذا بنتكلم عن هذا الموضوع لابد أن نفصل فيه شوي على أساس نفهم الفكرة العامة. التغير المناخي إحنا لازم نتكلم عن عنصرين، عنصر درجات الحرارة وعنصر كميات الأمطار. احنا في دولة الكويت والمنطقة المحيطة نعم نعاني من تغيرات مناخية بالنسبة لدرجات الحرارة. احنا لو نبي نسوي نشوف مدى ارتفاع درجات الحرارة خلال 30 سنة الماضية نلقاها دائما بارتفاع. المعدل العام لدرجات الحرارة احنا وصلنا اليوم تجاوزنا 1.4، وايضا مستمرين في الارتفاع. احنا كل سنة قاعد نسجل درجة قياسية في دولة الكويت بمحطات. الصيف الماضي سجلنا في مدينة الجهرة 54 درجة مئوية، قبل 3 سنوات تقريبا سجلنا في مدينة الكويت 53 درجة مئوية، وتعتبر هذه يعني درجة قياسية، أول مرة تسجل في هذا المكان.
أما بالنسبة لمعدلات الأمطار في دولة الكويت لا تزال في ترنح، خلينا نقول يعني لو نبي نحسبها 30 سنة الماضية في على المعدلات الطبيعية تزيد شوي تقل شوي، لا تزال في المعدلات الطبيعية. ولكن إذا بنتكلم عن مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، مستوى الكرة الأرضية بشكل عام درجات الحرارة أيضا بارتفاع مستمر. هناك خطة دولية لمواجهة هذا الارتفاع لدراسة أسباب الحقيقية لهذا الارتفاع ومدى تأثير النشاط البشري على هذا الارتفاع، وأيضا هذا الارتفاع درجات الحرارة هل هو دورة مناخية ولا هناك يعني في النشاط البشري اللي هو يساعد على وتيرة هذا الارتفاع. استاذ عبد العزيز، يمكن حضرتك ذكرت ان التغير المناخي يعني هذا واقع احنا قاعدين نعيشه، في عوامل اكيد تاثر على ان هذا التغير المناخي يحدث، احيانا عوامل بشريه واحيانا عوامل من الطبيعه. شنو اهم العوامل اللي تاثر على تغير المناخ؟ العوامل طبعا مثل ما تفضلتي طبيعيه ومستصنعه من النشاط البشري وغيره. احنا بالنسبه حق احنا ما نقول عوامل مؤثره، ولكن النشاط البشري يزيد او يؤدي لتسارع عمليه التغيرات المناخيه. لو نبي ندرس التغير المناخي على مدى 5000 سنه مثلا، راح نلاحظ ان في دورات مناخيه، ولكن النشاط البشري خاصه بعد الثوره الصناعيه اللي صارت في معظم دول العالم بدات تتسارع وتيره هذا التغير. العوامل الحين يعني احنا لاحظنا في زيادة الاستخدام الوقود الأحفوري، زيادة انتشار المصانع، كذلك أيضا على مستوى محدود امتداد المناطق الحضرية والسكنية، انتشار زيادة استخدام السيارات، أيضا التكييف والأسفلت والشوارع هذا له عاكس يعكس سلبا على ارتفاع درجات الحرارة، قلة الغطاء النباتي، انتشار التصحر في منطقتنا أو في العروض الوسطى بشكل عام يعني، اللي يقعون على نفس خط عرض شبه الجزيرة العربية، الصحراء الكبرى، صحراء الصين، صحراء كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه كلها قلة الغطاء النباتي في هذه العروض الوسطى أيضا تساهم في زيادة درجات الحرارة. طيب احنا قاعد نشوف في كثير من الاجتماعات والقمم اللي قاعد تصير والمؤتمرات اللي قاعد تصير حول المناخ، شو اللي يحتاجه العالم للحد من انتشار التغير المناخي؟ طبعا هي مواجهة التغيرات الطبيعية هذا امر مو سهل اخوي نجيب. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، حثت وما زالت تحث وكانت تحث على انتشار محطات الرصد، رصد عناصر الطقس. ليش؟ أساس احنا كمتخصصين في هذا المجال نحتاج ان نفهم نمط المناخ على الكرة الأرضية اكثر ونفهم نظام الأرض اكثر، لانك انت اذا عرفت تفاصيل الشخص اللي تبي تواجهه تقدر تواجهه. فهناك كثير من الدول النامية اللي لا تمتلك أجهزة رصد، لا تمتلك محطات رصد، فبالتالي لا نزال عندنا بلند بوينت على الكرة الأرضية، لا نزال عندنا هناك نقطة عمياء ما نقدر نحلل عناصر الطقس فيها. فهذه أول نقطة. النقطة الأولى أن ننشر بقدر المستطاع، نحاول نرصد متغيرات الغلاف الجوي. النقطة الثانية زيادة وتعزيز ودعم البحث العلمي في هذا المجال. نحتاج أن نبحث أكثر ونحاول نفهم هذه التغيرات أكثر، فبالتالي إذا عرفنا ما هي النمط اللي يمشي فيه المناخ بشكل عام نقدر نحط الحلول المناسبة. أستاذ عبد العزيز، يعني في مثل ما حضرتك ذكرت في قمم مناخية عديدة وكانت تنتج عنها قرارات، هل هذه القرارات الصادرة عن هذه القمم المناخية أثرت بشكل فعلي على سلوك الدول والأفراد؟ هي أمانة يعني خلينا نتكلم عن اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، هي دشت حيز التنفيذ من سنة 2016. وأهداف هذه الاتفاقية أن يعني الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وكذلك التوجه للطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. وللأسف الشديد كثير من الدول لم تأخذها بعين الاعتبار. لين آخر اجتماع يعني كان في
خطاب شوي يعني جدي اللهجة من الأمين العام. نعم. لابد أن نبدأ نتحرك في هذا المجال. كذلك اتفاقية سنداي للحد من الكوارث الطبيعية. لابد أن يعني دول العالم بشكل عام وليس مختصر على مكان معين. لازم أن خلاص يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة لابد أن نتخذ إجراءات في هذا المجال. نعم يعني هي قضية كونية ما تتعلق بحدود دولة ما. هذه قضية تخص الكوكب بشكل عام. صحيح. لابد أن يكون تضافر في الجهود. لابد أن يكون هناك خطة أو أهداف استراتيجية للعموم وجميع دول أعضاء يشارك في تطبيق هذه الخطة. دولة الكويت تعتبر من أعضاء الفعالة في جميع القرارات والتوصيات التي تتخذها المنظمات الدولية في هذا المجال. فدائما إحنا نسعى إلى تطبيق هذه الأهداف. استاذ عبد العزيز، يمكن خلال احنا حاليا قاعد نعيش سبق السرايات وقاعد نشوف يمكن بعض الفيديوهات اللي قاعد توصل لنا من المملكة العربية السعودية بالتحديد. تبارك الرحمن قاعد نشوف جيزان امس وقبل امس البردي مغطي الارض تبارك الرحمن، امطار غزيرة. قبل فترة ايضا كان في اعصار ايضا في المملكة العربية السعودية اذا يمكن طلعت عليه. في اشياء قاعد تصير ما صارت عندنا من قبل يعني. شوف اخوي نجيب، نعم احنا في بعض الظواهر تعتبر ظواهر طبيعيه مثل يعني الامطار في جيزان، الامطار في المناطق الغربيه من المملكه العربيه السعوديه، هذه مناطق مرتفعات جبليه. جميل. والامطار في هذا الوقت احنا لا نزال في الامطار الطبيعيه في فتره الامطار الطبيعيه. ما شاء الله. في بالنسبة لهذه المناطق، بالنسبة لهذه المناطق وأيضا في شبه الجزيرة العربية، إحنا الموسم الأمطار الطبيعي يمتد ويانا إلى تاريخ 31/5 تقريبا يعني. ما شاء الله. إلى نهاية فترة السرايات. ولكن نعم مثل ما تفضلت هناك ظواهر جوية إحنا نسميها الإكستريم وذر إيفنت اللي هي المتطرفة غير اعتيادية، مثل ما حصل ويانا الصيف اللي طاف في شهر يوليو اللي طاف من سنة 2022. أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية، المنطقة الشرقية، الدوحة، البحرين، عمان، الإمارات. أمطار يعني شهر 7 معروف عندنا احنا أشد الشهور حرارة وجفافة. نعم. فسجلت كميات كبيرة. هذا هنا احنا نشوف احنا قاعد نراقب هذه الحالة. إذا تكررت هذه الحالة الأمطار الغزيرة في فترة الصيف مثلا على سبيل المثال تكررت سنوات قادمة، احنا نقول الحين نعم احنا مقبلين على دخول في نمط مناخي آخر. ولكن إذا حصلت كل 10 سنوات مرة أو كل 15 سنة مرة هذا تعتبر تطرف في الطقس. حتى إذا بنسوي بحث علمي ما ناخذ إحصائيات حق هذه الظاهرة. المملكة العربية السعودية كذلك يعني مثل ما ذكرنا في بعض المناطق هي تعتبر طبيعية، حتى فترة الصيف طيق فيها مطر طيق فيها بردي. ما شاء الله. ولكن احنا نتكلم عن الظواهر الغير اعتيادية، فنحتاج احنا الآن نراقب هذه الظواهر، نحاول ان ندرسها، نحاول ان نعرف وين رايحين في المستقبل، هل راح تتكرر هذه الحالات ولا انها بس مجرد انها حالة جوية متطرفة وتعدي. وامس حاشنا خوش مطر بالكويت. امس خوش مطر ممكن يستمر حتى لباكر. بس مو عندنا، مو داخل الديرة. لا بالمناطق الغربية امس يعني سحابتين على يعني مساحة محدودة أثرت على يمكن مناطق أم قدير في جنوب غرب الكويت وكذلك السالمي شقاية غرب الكويت. رشت تقريبا رش بسيط في آخر النهار بداية الليل وتلاشت السحابة. أستاذ عبد العزيز، متى راح تستمر هذه التقلبات الجوية عندنا بالكويت؟ احنا الآن في عزها أو في بدايتها. احنا الآن في سبق السرايات. سبق السرايات يعني تشتهر هذه الفترة في التقلبات السريعة. تستمر ويانا لي السرايات في بداية شهر 4، تستمر ويانا نهاية شهر 5، ومن ثم تبدأ عاد الأنظمة الجوية الصيفية تأثر على دولة الكويت في المنطقة المحيطة، ويبدأ عاد جفاف الجو وتنتهي فترة الأمطار إن شاء الله. الجو الأيام الجاية شلون صاير؟ الجو الاستقرار في الطقس مناسب لممارسة الأنشطة الخارجية، البحر اللي عنده أنشطة خارجية راح يكون في استقرار إن شاء الله. في فرص أمطار اليوم مباشر. إحنا التحذير الجوي لا يزال موجود حتى الساعة 12 الظهر منتصف هذا النهار. كذلك فرص الأمطار إن شاء الله مستمرة لباكر. أجواء معتدلة إن شاء الله. وفي يعني من بعد يوم الثلاثاء والأربعاء راح نلاحظ شوي ارتفاع في درجات الحرارة،
لان كنا احنا تحت تاثير مرتفع، درجات الحراره الصغرى سجلت 12 و11 في بعض المناطق الصحراويه. نعم. راح نلاحظ في الارتفاع بمعدل درجتين لثلاث درجات، ولكن ان شاء الله استقرار في الطقس هذه الايام. نعم. استاذ عبد العزيز، هل من كلمه اخيره تحب تضيفها؟ والله احنا دائما في مثل هذه الفترات ودخول هذه الفتره الانتقاليه تقلبات سريعه دائما تحدث، حتى تعرفين بعض الناس اللي بتطلع بحر اللي بتطلع بر، خاصه برمضان بعض الناس يحب انه يتفطر مثلا في البر ولا كشتات، دائما ننوه عليهم بالمتابعه المستمره للنشرات الجويه وكذلك التحذيرات والترويهات الجويه لتفادي اي اضرار لا سمح الله في الممتلكات او الارواح. مراقب تنبؤات الجويه الاستاذ عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. حياكم الله، السلام عليكم.